لكم من جديد مشاهدينا ولكل اللي انضموا لنا بمشوارنا الصباحي لليوم. متابعين نحن وانتم محاورنا، خصصنا المحور القادم للحديث عن القمر والفلك، النجوم، الكواكب. دائما مثل ما بنعرف نحن الجمعيه الفلكيه السوريه في محافظه اللاذقيه عم بيكون عندها كثير من الانشطه والفعاليات اللي عم تلقي الضوء على علم الفلك. كلنا شدنا الفترة الماضية القمر العملاق، القمر الدموي، تفرجنا عليه، كان صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هو حالة موجودة، يا ترى شو هي تأثيراتها على الأرض، هل إلها تأثيرات أو لا؟ ومثل ما بنعرف نحن بكل شهر في القمر البدر، كثير من التفاصيل عن القمر والفلك رح تكون بمحور تقريرنا أو بمحور ضيفنا القادم. لهيك اسمحوا لي رحب بضيف الدكتور المهندس مضر ضيوب، عضو في الجمعية الفلكية وهو الرئيس السابق للجمعية الفلكية السورية، وهو دكتور مهندس في الهندسة الميكانيكية. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك دكتور، الحمد لله على سلامتك. أنا معكم اليوم. أهلا وسهلا فيك. كثير من المحاور ما فينا نحكي فيها بس بالمقدمة. طبعا عرجت علي لا على نحكي عن يعني فعلا شافت الناس يعني سواء كان عبر شبكات التواصل الاجتماعي او حقيقه القمر العملاق، بنحكي عن هيدي الظاهره. طبعا القمر العملاق هو بده في عندنا حقيقه لازم يكون او تعريف له، هو انه القمر لازم يكون في مرحله البدر بالاضافه يكون اقرب ما يمكن عن الارض. على الارض. لحتى يكون اقرب للارض ونسميه عملاق لازم يكون الأقرب بمسافة 90%. يعني هلا المسافة الأبعد عن الأرض هي حوالي 406,000 كيلومتر، لكن الأقرب للأرض هي 356,000 وكسور ألف كيلومتر. لذلك ففي حال كانت مثلا 360,000 وقتها بيكون القمر بنسميه قمر عملاق إذا كان في عندنا قمر بدر. يعني واضح بالنسبة لنا. ممكن يكون القمر يعني بمراحله المختلفة قريب من الأرض، لكن فقط يسمى قمر عملاق في حال كان قرص كامل. وهذا الشيء هو كمان أنه بنسميه كمان بلومون. كمان نحن بنسميه بلومون، ليش؟ بيجي عبارة عن ثلاث فول مون، يعني عبارة عن بدر من خلال السيزن مثلا الفلكي او مثلا المواسم الفلكيه. في هذا الموسم بده يكون في عندنا 4 فول مون، يعني عباره عن 4 بدر. فالثالث منهم بيسمى بدر ويسمى بلو مون. لكن النادر بهذا القمر العملاق انه اجى قمر عملاق وبلومون بنفس الوقت. فهذا الشيء يعني مقترن فيه استاذ، يعني اقترن اسم البلومون بالاضافه ل السوبر. وهيدا بيكون له تاثير استاذ الكريم على الارض، على الاشخاص. كثير سمعنا نحن تاويلات واقتران هذا القمر، ولما بيصير البلومون رح يكون في تاثيرات. اليوم حضرتكم هلا نفسيا او شيء لا اتوقع، لكن بعض الناس يمكن يصير معهم قلق. يعني بعض الناس مثلا يكون القمر مون ويكون في اضاءه عاليه، اذا ما في عندهم تعقيم بالغرفه متعودين على الليل فيمكن يصير عندهم قلق. معقول هيدا التاثير؟ يعني نحن التقرير البسيط، يعني انا مثلا بعض من بعض الناس اللي انا مثلا بتاثر بهذه الظاهره. يعني هلا كل قديش بتتكرر هيدي الظاهره؟ هلا البلومون هلا ممكن تحدث 4 أو 5 مرات بالسنه. هلا مثلا بال 2029 بده يصير في عندنا 5 قمر عملاق. بنفس السنه 5 مرات هي في السنه باوقات محدده ولا هلا حسب كل مثلا هلا في عندنا هلا ب 18 كان باب، في عندنا او 19 اب كان في عندنا القمر العملاق. بالشهر القادم ب 18 ايلول بده يكون في عندنا قمر عملاق ثاني. ب 17 تشرين الاول بده يكون عندنا قمر عملاق ثالث. ب 15 تشرين الثاني بده يكون عندنا قمر عملاق رابع. يعني بترتبط باحداث معينه دكتور؟ هلا ما بترتبط باحداث معينه الا انه هو ولهذا شيء طبيعي. يعني هو يعني هذا الشيء ما كنا عم نشوف هيدا الشيء. هلا انا بحكي لك ليش مثلا بيلاحظ الناس. هلا الوضع انه القمر بيدور حول الارض ما بشكل دائري، بشكل بيضوي او نقول بشكل قطع ناقص. فبمراحل بيكون بعيد وبمراحل بيكون قريب.
بمراحل البعيده بيكون مسميه مينيمون اللي هو مثلا بيكون بابعد نقطه اللي مسميها الذروه عن الارض او بيكون السوبر مون اللي هو القمر العملاق بيكون اقرب نقطه الى الارض والمراحل الباقيه هي بنسميها القمر العادي. هلا السوبر مون بيكون زياده اضاءه 14 او بيكون زياده اضاءه 30% من المينيمون بينما من القمر العادي بيكون في زياده كاضاءه 15% لهيك نحن ما بنلاحظ ما بنلاحظ اذا بنقارنه مع المينيمون اللي هو ابعد مسافه عن الارض فبنشوف اكيد اضاءته كثير ممتازه. لذلك وقت نحن بالاعلام بنسلط الضوء على هذه الظاهره يتم ملاحظتها بشكل دقيق. ليش؟ لانه وقتها بنشوف انه والله في اضاءه زايده بهذه الغرفه. نعم طيب بكل شهر نحن بنعرف انه في قمر بدر قمر له مراحل طور القمر للاكتمال وبتختلف تسميته أكيد. الشعبيه العالميه يا ريت تخبرنا عن طور اكتمال القمر والقمر البدر اليوم. طبعا لمعلوماتكم طبعا نحن بنشوف وجه واحد فقط من القمر يعني نصف القمر النصف الثاني ما بنشوف احنا ما بنشوفه ابدا ونحن يعني من جهه الارض نحن ما بنشوف الا وجه واحد فهذا الوجه الواحد هو مثلا اضاءته منين بتجي؟ من انعكاس ضوء الشمس على وجه هذا القمر اللي نحن بنشوفه. احيانا بتكون الشمس مضيئه لجزء من القمر نتيجه لموقعها بالنسبه للارض. وبالاضافه وقت بيصير في عندنا وقت بيكون ما في اي اضاءه بيكون اضاءه من الجهه الخلفيه اللي نحن ما بنشوفها. تمام بيكون القمر مضاء من الجهه الخلفيه نحن ما بنشوفها لكن بيكون القمر بوضع المحاق. يعني بيكون مظلم تماما مظلم نحن بعدين ببلش الهلال نحن مثلا نحن بالجمعيه بعضو بلجنه رصد الاهله ف مثلا برمضان او بشوال بنقوم برصد الهلال بنعرف ايمت بيولد ايمت وين موجود موقعه في حيث انه نرصده بشكل دقيق طبعا نحن بنعطي المشوره العلميه بهذا الموضوع بيصير في عندك الهلال نتيجة لضوء الشمس على الجزء المراه من الأرض بعدين كل شوي بتكبر هذه الإضاءة نتيجة للشمس المقابلة للوجه اللي نحن بنشوفه بعدين بيصير في عندك الربع الأول بعدين الأحدب المتزايد ليش؟ أنه ما يزيد بعدين بيوصل لمرحلة البدر بعد مرحلة البدر بيصير في عندنا تناقص للإضاءة بنوصل الى الاحدب المتناقص الى الربع الثاني الى الهلال الاخير وبنرجع للمحاق اللي هو اسود شكل يعني دكتور مضر اذا بدنا نحكي بشكل عام هل يعني هناك تاثير الكواكب على القمر على القمر ولا على الشمس على الارض هلا نحن خلينا نحكي انه تاثيراتهم هلا القمر والشمس هم المؤثرين الكبيرين كبيرين صحيح ولا سيما القمر لانه هو الاقرب يعني حوالي مثلا خلينا نقول بشكل متوسط 384 الف كيلومتر صحيح فهو الاقرب يؤثر بشكل كثير كبير على السوائل الموجوده في الارض يعني ظاهره المد والجزر مرتبطه بالقمر مرتبطه بالقمر صحيح. معروف في هذا الشيء لكن ممكن ان يسبب كوارث بحاله واحده اذا كان في اعاصير في المحيطات يعني وصار مد نتيجة لجذب القمري وقتها بيصير في عنا مشاكل فيضانات فينا نقول التنين البحري اللي صار من فترة له علاقة بهذا الموضوع ممكن هلا هي له علاقة بموضوع الضغط الجوي ما بين منطقة ومنطقة ما له علاقة باكتمال القمر والمد والجذر هذا الشيء المد والجذر له علاقة بموضوع المياه وليس له علاقة بموضوع الجذب فهون بيأثر مثلا أحيانا نتيجة في بعض الحيوانات ممكن مثلا انه بواسطه بوجود القمر مثلا عملاق او بوجود الاضاءه الكبيره للقمر ممكن تصطاد مثلا ممكن مثلا انه بعض حتى القبائل القديمه كانت تعتقد انه اناره القمر هي نوع من الشيء القدسي المعين لكن نحن كعلميا نحن نعتبر انه اضاءه القمر هي عباره عن انعكاس لضوء القمر على صحيح. الارض وبالاضافه لهالشيء وجود القمر حول الارض هو اكبر حمايه للارض من النيازك والاجسام الطائره في الفضاء ممكن باي لحظه مثلا تجي على الارض والقمر يقوم بوسيله هو الدرع للارض
اذا بنشوف القسم المخفي من القمر بالنسبه لنا بنشوفه كلها جوار. ليش؟ نتيجه لاصطدام عدد كثير كبير من النيازك والاحجار النيزكيه في القمر. هذا الشيء هلا من فتره اسبوع ما بعرف اذا لاحظتوا ضوء شديد صحيح بجهه الشمال الشرقي. لشهب نحن هي هو عباره عن شهاب. طبعا بنفرق ما بين الشهاب والنيزك. الشهاب هو الذي يضيء بالسماء بدون ويوصل الى الارض، لكن النيزك الذي يضيء بالسماء ويوصل الى الارض يحدث الى يحدث دمار ما. لكن هذا اللي شفناه هو عباره عن شهاب كبير لانه صار في اضاءه كثير كبيره. طبعا اغلب الشهب تحترق ب مثلا غلاف الجوي بالميزوسفير اللي هي عباره عن جزء من غلاف الجوي، يتم نتيجه الحراره الكبيره. نحن بنشوف هذه الشهب محترقه بالوان متعدده حسب المواد المؤلف عليها من هذه الفتره. طبعا هذه الفتره نحن شفنا كثير شهب نتيجه ل يمكن الاسبوع الماضي اكثر شيء نحن بنسميها اللي هي الافضل مشاهده خلال العام هي شهب البرشاويات. احيانا بتوصل ل 100 شهاب بالساعه. فشيء احيانا نحن كجمعيه كنا نقوم برصد نروح على منطقه نائيه مظلمه تماما لحتى نحصي عدد الشهب المتساقطه بهذه الايام، وخاصه في ذروه مثلا بتكون 21 22 يعني فعلا علم الفلك فضاء واسع دكتور مضار، يعني بدا ندوات وحلقات انه فعلا ناخذ المعلومات والزبده من كل محور، يعني محاور عديده بما يخص علم الفلك سواء كان للنجوم والقمر والكواكب وتاثيراته والظواهر المرتقبه. ان شاء الله الله يبعث الخير. آمين. دكتور مضار كلمه اخيره بتحب توجهها لك لحد متابع طبعا الإنعاد. نحن كجمعيه فلكيه سوريه هون في اللاذقيه نقوم بعدد من النشاطات سواء مثلا رصد الفلكي سواء تدريب مثلا الشباب على امور الفلك بالاضافه الى تدريب قامت دورات للاطفال في علوم الفلك. مشكورين طبعا اللجنه الاداريه برئاسه الدكتور محمد معلا يعني ما يقوم بنشاطات مميزه خلال هذه السنه بالاضافه الى الدكتور محمد العصير اللي هو رئيس جمعيه الفلكيه. طبعا في عندنا كثير اشياء الشباب اللي مثلا حابب يكون مثلا بهذا الموضوع نحن مستعدين نقدم له اي معلومه او اي شيء مثلا نشاط ممكن هو يرغب فيه. طبعا الموضوع الرصد الفلكي عندنا تلسكوبات بتقوم بهذا الواجب. ما يستمتعوا الناس بشكل كثير كبير بموضوع الرصد الفلكي. هو علم جميل يعني هو علم جميل يستحق بس المتابعه. واحد يدخل فيه شوي بيحس انه قديش نحن ساكنين بعالم كبير جدا جدا. لسه نحن لحد الان ما بنعرف قيد خلينا نقول شعره من هذه العالم الكبير. يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم لاستضافتكم واكيد ما شاء الله عليكم كل ما نكون على ازدهار. شكرا لك يعطيكم العافيه. شكرا لك نورتنا الدكتور مهندس في الهندسه الميكانيكيه الدكتور مضر ديوب والرئيس السابق للجمعيه الفلكيه السوريه في اللاذقيه. اهلا وسهلا فيك نورت صباحك. يعطيك الف عافيه.